أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج فتاوى أخبار اليوم. سؤال اليوم عن حكم التدخين أثناء الصوم. أولا، لابد أن يعرف المسلم أن الله عز وجل ما شرع له العبادة إلا لتطهيره من أدران الدنيا، فالصوم شأنه كشأن كل عبادة، مشروع لطهارة القلب، ومشروع لطهارة البدن، ومشروع لطهارة النفس، مشروع لطهارة الإنسان من الدنيا حتى يصل إلى الله عز وجل في الآخرة طاهرا ومطهرا. ولا شك أن التدخين من الخبائث المحرمة المجرمة التي أثبت الطب أنها ضارة بالنفس، وأنها ضارة بالبدن، وأنها ضارة كذلك بالمال، وأنها ضارة أيضا بالمجتمع. وإذا كان التدخين كذلك وبهذه الدرجة من الخبث، فإنه يحرم أن يتناوله المسلم المتبع المطيع. لكن هل يتناقض التدخين مع الصيام؟ إذا فكرنا في المسألة لوجدنا أن الدخان المتصاعد بعد حرق التبغ يتكاثف، يعني يكون جرما، يعني يكون له وجود، يكون جسما، ثم يدخل إلى الجوف من منفذ طبعي، وبذلك يتناقض مع مفهوم الصيام الصحيح، فإن الصيام إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب. فإذا كان التدخين على هذه الكيفية من تكاثف الدخان ووصوله عبر المريء إلى الجوف، كان بذلك مفطرا وليس مجازا وليس جائزا أن يتناوله الصائم أثناء صومه، فتناول التدخين أثناء الصيام من المفطرات. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.